على جانب آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه بات واضحا للجميع أن الزعامة الغربية للعالم انتهت، وأنه لا يمكن تصور العمل الدولي دون الصين والهند. وصرح بوتين خلال مشاركته في أعمال منتدى الشرق الاقتصادي بحضور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه لا يمكن تصور منظمة دولية ناجعة تعمل بدون مشاركة الصين والهند. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا من موسكو الدكتور عمار خناه، أستاذ العلوم السياسية. دكتور عمار، أهلا بك على إكسترا نيوز من القاهرة. تحياتي أستاذ الكريم. هل يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحشد لقوة اقتصادية شرقية إن صح التعبير لمواجهة السيطرة الأمريكية على مفاصل الاقتصاد العالمي؟ نرى الآن روسيا والصين والهند قوى عظمى اقتصاديا، هل تستطيع الاتحاد وتقف في وجه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؟ أستاذ الكريم، يعني عند الحديث عن تحشيد قوة مثلا اقتصادية كما تفضلت، لا أعتقد أن الرئيس بوتين هو ما عناه، ولكن يعني المفهوم الحديث يجري اليوم عن المتغيرات في المنظومة الجيوسياسية والمنظومة الاقتصادية الدولية بالكامل. يعني هذه الأمور بدأت روسيا تفعلها، يعني نذكر من عام 2014 منذ أن بدأت يعني القوى الغربية والولايات المتحدة بفرض العقوبات الاقتصادية والمحاولة لعزل روسيا عن العالم يعني سياسيا واقتصاديا، فلذلك كان لابد يعني من التوجه إلى إيجاد خطوات وإيجاد يعني مخارج للاقتصاد الروسي، وهذه يعني المسألة كانت أيضا يعني ممكن القول متوازية مع الطرح الصيني في تلك الفترة كقوة اقتصادية نامية، وكما كانت يعني ولغاية الآن تشكل الخطر الأكبر على المنظومة الاقتصادية الأمريكية والأوروبية. فلذلك ما نراه اليوم هو ممكن القول نتاج يعني أو أخطاء استراتيجية للقوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة في التعاطي مع المتغيرات الجيوسياسية التي يعني هي بمعناها تغير المنظومة من الأحادية إلى التعددية. فاليوم نحن أمام يعني معادلة جديدة اقتصادية دولية جديدة، ممكن القول أن يعني من تقودها هي الصين. وحول حديث الرئيس بوتين يعني عن الإطارات الجديدة للعمل الدولي، أنه فعلا يعني يجب إدخال الصين والهند في ضمن هذه الإطارات الجديدة، وذلك يعني للعلم أن جميع الإطارات السابقة والصيغ السابقة الدولية كحتى يعني المجموعات السبع الكبرى وحتى العشرين، هذه يعني ممكن القول إطارات كانت ضمن الحرب الباردة. اليوم العالم متغير، هناك قوة اقتصادية جديدة، أطراف جيوسياسية جديدة، لابد من التعاطي معها بطريقة أخرى وبمعادلات اقتصادية دولية جديدة. طيب، كيف ستتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا التقارب الروسي الصيني، خصوصا فيما تشهده العلاقات الأمريكية الصينية من توتر اقتصادي وحرب باردة اقتصادية و يعني عقوبات متبادلة بين الطرفين وفرض ضرائب على الصادرات الصينية والأمريكية؟ نرى يعني التعاطي الأمريكي لم يتغير لغاية اليوم، وهو استخدام فقط الأداة الوحيدة يعني وهي العقوبات الاقتصادية. ولغاية اليوم يعني واشنطن تستخدم هذه الأداة كأداة ضغط سياسية اقتصادية في نفس الوقت، وذلك يعني أن التقارب الصيني الروسي اليوم لا يمكن نعته فقط اقتصاديا، ولكن يعني خطورة الطرف الصيني للولايات المتحدة هو أعظم بكثير حتى من التقارب الروسي الاقتصادي الصيني. وباعتقادي اليوم يعني الخطر الأكبر ما يهدد المنظومة الاقتصادية الأمريكية هي المنظومة الدولارية، ولاحظنا يعني في الفترة السابقة أنه كان هناك تقارب كثير ما بين يعني دول المشرق بما فيهم أيضا يعني روسيا، وهو يعني بدء التعامل جزئيا
بغير الدولار الأمريكي. هذا مما يشكل يعني خطورة على الاقتصاد الأمريكي، من حيث أنها يعني تفقد شيئا بشيئا السيطرة الكاملة على الاقتصاد الدولي. فهذا اليوم ما يقلق الطرف الأمريكي. وأيضا يعني نقطة أخرى، تنامي الاقتصاد الصيني وتوجهه يعني الأسواق اليوم يعني نراها في كل العالم، هي باتت أسواق صينية وليست أمريكية. الصراع صراع أسواق، الصراع اليوم القادم هو يعني صراع اقتصادات عملات. فلذلك كل الأطراف اليوم الدولية تحاول يعني البحث عن طرق لإنعاش اقتصاداتها أو لعدم يعني الخوض في أزمات اقتصادية متوقعة في المرحلة القادمة. الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو، شكرا جزيلا لك. ونخرج حضرات السادة المشاهدين إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال هذه الجولة من المتابعات الإخبارية.